السلام عليكم احبابي كديرين، نتمنى انكم كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معي اليوم فيديو جديد. كما كتشوفوا اليوم فيديو من الكوزينه، يعني غادي نشارككم واحد الطبخه ان شاء الله تعالى اللي هي طبخه اماراتيه معروفه هنا في الخليج بصفه عامه، اللي هي تري سواء تيكون بالدجاج او باللحم. اليوم غادي ندير باللحم، وهذا هو الخبز اللي تيكون كيستخدم في التريب، اللي هو هذا خبز رقاق، كيسميوه خبز رقاق الرقاق او خبز رقاق، انا كيجيني هو خبز رقيوق. فغادي نوريكم الطريقه. انا غادي ندير اليوم باللحم، طلعت لي هنايا واحد شويه ديال اللحم عندي، غادي نديرو ان شاء الله اليوم العشاء، وغادي تشوفوا معايا الطريقه ديال التحضير. ما عرفتش انتم بحالي كطرى لكم هذه القضيه، كتحطوا اللحم في الثلاجه ملي تجيو تلقاو بلي هذاك الميكا فيها الشحمون عليه، وخليهم احسن من بالشحمه. هو حاولت انني نقي اسمح لي خالد، من اليوم غادي تاكل الريحه ديال اللحم. نقول لكم لا اله الا الله، صراحه عمرها ما طرات لي، اليوم طرات لي. جيت نجبد الميكا اللي فيها اللحم، اطلع الشحمه. المهم ماشي مشكل، غير انا وخالد وحميد هاد الكميه غادي تكفينا. فهنا كما كتشوفوا درت واحد البصله كبيره، قطعتها شلتها قطعات صغار، ودرت زيت العود. انا تعجبني نطيب زيت العود. هنا عندي جوج حكاك، سمعوا، جوج مطيشات قرطتهم بحال هكايا شرائح صغيره. وهنا عندي الخضر اللي غادي نستخدم. بالنسبه للخضر هذا الشيء ترجع لكم، تقدروا تستخدموا الخضر اللي بغيتوا. مي بالنسبه للخضر اللي معروفه في الاكله هذه ديال التريد، اللي هي الكوسه او القرعه الكورجيت، اللي تيقولوا الكورجيت، خيار الخيار، سمعوا، خيزو وبطاطا. شوفوا هانتوما هاد الميكا كلها ديال الشحمه، واحد الشحمه لقيت غادوك شويه ديال اللحم راه واحد طايتو ماشي. فهنا احبابي كما كتشوفوا غادي نتحنى هاد البصله حتى تطيح، وغادي نضيف عليها مطيشه حتى هي تطيح، عاد ندير اللحم. فعاد فكرت باللي دايره واحد انا الدجاج كنتبلو ونحطو في الثلاجه، عامه الا بغيت ندير شي حاجه ديالنا ديال المغرب، مثلا دجاج محمر ولا هذا، كندير التتبيله ديالنا ديال المغرب وكنديرو في الثلاجه. سمح لي عينيك تحرك ديال البصله. فهنا دايره هاد الدجاجه، درت داك النهار كميه ونقصت هاد النص، هذا بقى. فانا عارفه خالد وحميد ما شاء الله عزيز عليهم، ضروري ياكلوا اللحم، ما كيعجبهمش يعني غيذوقوا هذا، كيبغيو يغلقوا. ف غادي نزيد هاد الدجاج، يعني غادي ندير اللحم والدجاج، يعني باش ما يخص لا اللي كيشد وما يخش. فهنا كما كتشوفوا احبابي، هنا ضفت هذاك المطيشه، فالما ديال المطيشه هو اللي غادي يدبل فيه داك البصله ومطيشه، غادي نخليهم حتى يطيحوا وغادي نوريكم الطريقه الاخرى. هنا اول حاجه حطيت هذيك الدجاجه خليتها، راه البنات غطيت على المطيشه، راه الماء ديال المطيشه هي اللي كتطيب فيه. فهنا كما قلت لكم هاد الدجاجه راه ديجا انا مبهرها ببهارات عربيه، يعني البهارات اللي كدار داكشي ديال البرياني وهذا، فماشي مشكل، غادي نخليها هنا بما ديكم جلات وتطلق نيت هذاك الماء ديالها وداك البهارات ديالها في المرقه. فهنا احبابي غادي نجيو للمكونات، عندي هنايا اولا كركم، البزار، وعندي البزار العربي، عندي ملح، وجوج دامات، جوج حكاك ديال المطيشه، ورق الغار اولا ورقه سيدنا موسى، عندي هاد الليمون. هاد الليمون على فكره كاين جوج الانواع منه، لكن شاركتكم قبل الاسود، وكاين هذا وعود ديال القرفه. فهادو اللي غادي نكتفي بهم، كنت غادي نقدر ندير حتى الفلفله اولا هذاك السودانيه ديال هنا ديال الخليج، ديك الخضره الصغيره. مي قلت البزار العربي اوريدي حار، وغادي ندير واحد شويه البزار، ما بغيتش تجي الصوص اولا الصالونه حاره بزاف، فغادي نكتفي بهاد المكونات هادو. وعاد غادي ندير بهارات مشكله، البهارات المشكله اللي هي هذا اولا بزار بحريني مخلوط، يعني المخلوط فيه القرفه، ورق ديال الغار، الفلفله السودانيه، الثوم، الخرقوم، فيه حبات الهيل، فيه الكمون، فيه بزاف ديال الحوايج. فهذا كيجي جاهز حتى هو، غادي نديرو. هنا كما كتشوفوا هذيك الدجاجه ديالي راه طلقات، درت هذا دابا على الصدر باش يطيب. وهنا على بركه الله بسم الله غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال البزار العربي، اوكي. غادي نضيف هاد المكونات اللي هو ليمون، ورق الغار، وقرفه،
غادي ندير البهارات المشكله غير شويه ما نكثرش منها، ملح والخرقوم. هذا الخرقوم عرق، هذا جبته معايا من المغرب. وغادي نزيد البزار، بحال هكا البزار غير شويه، ما غاديش نكثر بزاف. غادي نحرك هذه المكونات باش ما تحرقش ليا البهارات. غادي نضيف واحد شويه ديال الماء، وغادي نضيف هذا الحكاك ديال المطيش. هنا احبابي كما شفتوا هذه الكميه تاعي ديال الحمص، فغادي نقلي كامل هذا الشيء في هذه البهارات وهذه المكونات اللي درت دابا، وغادي نمرق، يعني غادي نزيد عليه الماء. هنا احبابي كما كتشوفوا زدت المرق بعد ما تشحر لي هذاك اللحم مزيان، ديك البهارات كنخليه غير واحد شويه بما يتشبع من داك العطريه. صافي وزدت عليه الماء، غادي نخليه دابا بما طاب واحد شويه بما يعني قرب يطيب. غادي نضيف عليه الخضر، الخضر على فكره يعني ما كتعرفوا ما كتاخذش الوقت بزاف، بس غادي نطفي عليه وعاد غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي ندير ليه مع خبز ركاك. فهنا احبابي كما كتشوفوا خديت هنا هذه الحراره، بديت كنقطع فيها هذا الخبز ركاك، كنقطعو بواحد الطريقه عشوائيه، وراه هنا راه شويه كرمليه، مع جبت هذاك الفريش ما جبتش هذاك اللي في الجمعيه اللي تيكتب، جبت هذا الفريش ديال بحال الورقه ديال البسطيله، غير هو غليظ واحد شويه على الورقه ديال البسطيله. فكما كتشوفوا غادي نديرو بهذه الطريقه هذه باش نطيب المرقه، غادي نخويها من الفوق، غادي نكمل بهذه الطريقه هذا الخبز اللي عندي. فهنا حبايبي كما كتشوفوا فرتكت هذا الخبز، هو واحد شويه قطاح ماشي مشكل، ملي غادي نخوي عليه هذاك المرقه غادي يطاب وغيقول لي على مزوناته. فالمات بزاف تيقول لي كتعجبني عندك غريبه هذا على مزوناته، فغادي يخرج على مزوناته. فهنا غادي نخليه على جنب بما غير طاب لي اللحم ديالي، حيت اللحم باقى شويه كتعرفوا اللحم كيشد واحد شويه طياب. بما سهل لي اللحم ديالي غادي نضيف عليه الخضر وما غاديش يبغي ليها بزاف، خمسة ديال الدقائق غادي تكون واجده. غادي ندير عليه المرقه وندير اللحم ندير الدجاج كلشي من فوق، وغادي نسد عليه بما جا خالد ان شاء الله من الخدمه، وغادي نشوفوا معايا الطريقه ديال التحضير. فهنا احبابي كما كتشوفوا درت هذيك الخضر، نخليها حتى هي تطيب واحد شويه، وغير طيب الخضر صافي غادي نطفي عليه، وغادي ندير غادي نحطو فوق من داك الخبز ركاك. هنا كما كتشوفوا راه الدجاج طاب، اللحم حتى هو طاب الحمد لله. فهذا الشيء كاين، غادي نخلي دابا هاد الخضر حتى هي طيب، وغادي نمشي للطريقه ديال التقديم. بإذن الله تعالى اش غادي ندير، غادي نحط هاد الحيمات الشحيمات الدجاج حتى هو كلشي غادي نحطو بحال هكا. أنا جاتني نقول لكم واحد الحاجة، جاتني بحال مرقة بخيلوطة ديالنا حنايا، أيوا هما تيعطاوها سمية خبز ركاك وداكشي، جاتني بحال الرفيسة العمياء، واش كتديروا الكيسه العاميه حنا ولا الشعب كما خليناها في الهاشتاغ في الانستغرام، ولا الشعب المغرب ولا الشعب كلاو الرفيسه العاميه كلنا اش كيقولوا لها هذيك الاخرى مشات لي من بالي، استغفر الله العظيم الله الا مشات لي من بالي.
المهم غادي نحط هاد الخضر كاملين باش ما يحرنيش ونمشي كده لكم هذا هو الطبق كله تونا نديري بحال هكا اهم حاجه البطاطا والكوسه اهم حاجه انا بالماء غادي نبدا ناخذ حتى هاد الخضار كنديرهم للريم نهرسهم ليها هما السويت بوتيتو ولا البطاطا الحلوه ان شاء الله البنات اذا كنتو يعني البنات اللي عندهم وليدات بحال هكايا عمر ريم بنتي اذا كنتو انت راسي نقدر ان شاء الله تعالى نشارك معكم هاد الاشياء اللي كندير ليها فهنا كما كتشوفوا احبابي هذه هي الطريقه النهائيه ديال سميتو على داك المره غادي يتشرب غير داك الخبز واحد شويه غادي يتسنى ليه الوقت باش يدخل لداخل فهذه هي الطريقه ديال التريد ديال الامارات هادشي اللي كاين بلاتي نديو الصحن القيقين على سيادي والمقيل داكشي زوين هذه هي الطريقه النهائيه ديال التريك كنتمنى ان شاء الله نال الاعجاب ديالكم كنسد عليها في الحراره على فكره البنات هذه ماشي جميله هذه حراره كما كتشوفوا تك ما عرفتوش ديري فيها شي ماده لداخل شي حاجه المهم كتخلي الحراره مثلا اللي دايرين شي شوربه ولا اي حاجه كتحافظ لكم على الحراره فبس هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم هذه هي الطبخه اللي حبيت نشارككم نتمنى ان شاء الله انها نالت اعجابكم نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامه